السلام عليكم سيداتي، مرحبا بكم. اليوم معايا في واحد الموديل ديال واحد الكسيوه سهله كنقدمها خصيصا للمبتدئات. غادي نفصلها ونمونطيها معكم، خليكم معايا. بما ان فصل الصيف هل غادي ندير معكم واحد الكسيوه بالسميطات صيفيه. كنتمنى تروق الاعجاب ديالكم، ما تمشيو فين، خليكم معايا. كنتمنى سيداتي تروق الاعجاب ديالكم هذه الكسوه، وكنشكر السيدات او المتتبعين ديالي اللي كيحفزوني بتعاليق زوينه. نبداو على بركه الله. مكبيرش بزاف، فيه متر ونص في الطول. كناخدو كنطوي على جوج بهذا الشكل. كنطوي هكا على جوج، كنعاود نطوي على اربعه. كناخد هاد البلاصة هنا الفوق، كنحيد هاد الزوايد، كناخد هنا الفوق يعني جهة ديال الصدر، كناخد 24 سنتيم، كنهبط من هنا 10 سنتيم، كنتقابل مع ديك 10 سنتيم، وكندير لابواتخين اللي هي 31 سنتيم. كندير هاد الدائرة هكا، هادي هي تركيز أو نصف تركيز، لأن هنا غادي يكونوا سميطات كسوة دايرة سميطات. وغادي ناخد الباسة اللي هو 32 سنتيم، زائد سنتيم الخياطة هي 33 سنتيم. كنمشي بها تو دغوا، وكنهبط من هنا كيف عودتكم 12 سنتيم، وكندخل من ديك 12 سنتيم بواحد 2 سنتيم باش كنخلق الإيفازي هنايا في لاطاي، وكنخرج حتى لأسفل الكسوة ديالي. كناخد الطول ديال الكسوة ديالي متر وجوج سنتيم، وغادي نزيد السميطات هنا، غادي تجي العبار ديالها كامل. ودابا كنقطع هكا، نخرج هكا، كنفتح التوب، وسيداتي غادي ندير القدام غيكون فيها لوغلي، والخلف ديالها غادي يكون فيه لاستيك. كناخد هاد الطريفات اللي بقاو ليا، وكنخرج منهم السميطات ديال الكتيف. 42 سنتيم في الطول ديال السميطه على 4 سنتيم في العرض على جوج. وهادي هما السميطات اللي كنحصل عليهم، 42 سنتيم على 8 سنتيم، هما جوج سميطات. وبعد ما قطعت الكسيوة ديالي غادي ندوز نشوف معاكم المونتاج. رجعت بكم المونتاج. كناخد هاد الجهات هادو، هما قد كناخد وحدة كندير فيها ليبلي هكا ديال 1 سنتيمتر على 1 سنتيمتر، كنزيد تقريبا نخلي واحد 2 سنتيم، ونزيد ثاني ليا اخرى هكا باش نحاول نجي مقادين. كل مسافه 2 سنتيم كندير سنتيم ديال البليه بهذا الشكل هكا. من هنا لهنا كتبقى ليا 34 الطرف، ما فصلتوش معاكم، درت فيه 36 سنتيم على 12 سنتيم اللي كنخدمو فوق هاد البياسة بهذا الشكل.
كنخدمو كنبدا جد الخلف، وانا غاديه هكا كنمشي بسنتيم ديال الخياطه ديالي هكا. وكنطوي واحد السنتيم وكنغطي هاد العيوب كامله بهذا الشكل، وكنبقى غاديه اوبور. كنحصل على هاد الامام هكا، ومن بعد كناخذ الخلف اللي كندير له لاستيك في هذيك الجهه 20 سنتيم، وكنكلاصيه من هك من هذه الجهه كنطوي 1 سنتيم، كنكلاصيه من الخلف هكا، كنكلاص الجهه الاخرى هكا حتى هي بنفس الطريقه. تبعي معايا سيداتي، ساهل باش تخدمي هاد الكسيوات في البيت ديالك، وراهم مربحين وراهم شي حاجه زويونه وكتقام رخيصه، ما تهزوش الثوب بزاف، وحتى الوقت باش تخيطيهم ما تهزوش الوقت بزاف. ومن بعد كتيري، كتبقاي غادا كتيري هكا حتى تحصلي على هاد النتيجة هادي هكا. هذا الخلف ديال هاد الكسوة ديالنا، ومن بعد كنمونطي لي كوطي ديال هاد الكسيوة هكا. كناخد هاد لي صوبغا او تحت الابط هكا، كنمونطيهم بهذه الطريقه حتى لتحت. بنفس الطريقة كنمونطي الجهة الأخرى، كندير لوغلي ديال الكسوة ديالي من التحت هكا، كندير لوغلي صغير كنجي لهاد الدورة اللي هي ديالكم أو التركيز، كنجي ليه كندير له لوغلي بهاد الشكل هكا، كنحاول ندير واحد لوغلي رقيق
نصوب الجهه الاخرى حتى هي بنفس الطريقه ومن بعد كناخد هاد السميطات اللي فصلتهم معاكم كنسدهم على هاد الشكل هكا كنقلبها هاد السميطة بهاد الشكل هكا نخرج هاد القنيتات بهاد الشكل بهاد الآلة اللي في يدي هكا أو كنحصل على هاد النتيجة هادي السميطات بجوج اللي غدا نمونطيهم في الكسوة ديالي التليفون ضل كناخد هاد السميطة هادي وكنديرها هنا كنثبتها هنا في الامام في هاد الباندا اللي درت معاكم كندير لها جوج خياطات كوميه هكا وكنزيد واحد عبر الصباط وكندير الخياطه الثانيه كنزيد بنفس الطريقه كنخدم الجهه الاخرى حتى هي كناخد هكا السنطه ديالي كنحطها تحت هاد لاباند هكا كندخل تقريبا شي سنتيم ونص داخل وكندير اوبور هكا برومي وكندير خياطه الدوزيام عبر الصباط بهذا الشكل هذا هو الامام الكسوه دابا كنجيو للخلف اللي كناخذ واحد العبار ديالي هنا ديال التركيز 28 سنتيم وكنخلي هاد الطرف اللي شاد كنخليه لداخل باش حتى الا كانت السيده بغاتها مرخوفه تزيد تطلعها شويه السنطه او تهبطها بالطريقه اللي بغات او بالشكل اللي غادي تكون هي فيه مرتاحه كندير هكا كنتيري لاستيك ديالي وكنثبت هاد السنطه هنا برومي عاوتاني والدوزيام بنفس الطريقه خد هاد السميطات كنعبرهم قد قد بحال هكا وكناخد هاد الجهه ديال الخلف وكنحط فيها السمطه ديالها هكا وكنتيري وكنخدم اوبور برومي والدوزيام عبر الصباط بهاد الشكل كنجي لهاد السميطات هادو اللي بقاو لداخل كنفينيهم بهذا الشكل كنسدهم بواحد الخياطة هكا وحتى السميطة الأخرى وخا كيبقاو لداخل نقدرو نحتاجوهم نزيدو أو نقصو في هاديك الهبطة ديال التركيز كنفينيهم ونخليهم لداخل بهذا الشكل وهذا هو الموديل اللي حصلت عليه كنتمنى تعجبكم هذه الكسيوه وتلقاكم في احسن الاحوال نفينيها نربصيها وندوز نشوف معكم الشكل النهائي ان شاء الله بحول الله وهذا هو الشكل النهائي سيداتي للكسيوه ديالنا كسيوه ديال الدار خفيفه انيقه ما كتاخدش ثوب بزاف كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.